إزاء موقعها في هذا الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، وإن ذلك لن يتأتى سوى من خلال تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة، يكون محفزا وداعما لمزيد من العمل البناء. ولن يتأتى أيضا بدون قيام الدول المتقدمة بخطوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموا، على نحو يضمن صياغة مسارات عملية لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر، ويراعي الظروف والأوضاع الخاصة لهذه الدول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. إن وجودكم هنا اليوم في حد ذاته رسالة تأكيد على الاهتمام الذي تولونه لعمل المناخ العالمي، والذي أرجو أن ينعكس في اتساق مواقف دولكم مع عنوان قمتنا وهو التنفيذ. عنوان قمتنا وهو التنفيذ. وأتوجه إليكم اليوم مناشدا أن تكون رسائلكم إلى العالم الذي يتوقع منا الكثير رسائل واضحة تتضمن خطوات محددة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات، مقترحا عليكم الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنيا، ورفع طموح استراتيجياتكم لخفض الانبعاثات وإطلاق مبادرات طموحة وفعالة تجمع كافة الفاعلين حول أهداف واضحة في التكيف والتمويل ومتابعة تنفيذ ما تم إطلاقه من مبادرات في السابق، والانضمام إلى المبادرات الجديدة التي تعتزم مصر إطلاقها على مدار أيام المؤتمر. والأهم من ذلك كله أن تكون توجيهاتكم لمفاوضيكم الذين يستعدون الآن لبدء أسبوعين من المفاوضات المهمة هي التحلي بالمرونة والعمل على بناء الثقة والتوافق للخروج بالنتائج التي أعلم أنكم كقادة للعالم تريدون الخروج بها من هذا المؤتمر.